عزيزي، أولا يعني لا ننسى جميعا بوتين هذا داهية داهية، يعني كنت تحبه تؤيده أو تخالفه، هو داهية. هذا رجل آتي من عالم استخبارات المليء بالغموض، ليس كل ما يبدو هو ما يجري على الأرض. وأعتقد أن بالمقابل هو من المتميزين في صراحته، وهنا إنجاز لي أن أعقد نوع من المقارنة يعني لا تحمل سوى فقط السمات من الخلفية. أقارن مع السيسي، السيسي أتى من عالم الاستخبارات وتصدر عالم السياسة. أقارن مع الكاظمي، أتى من عالم الاستخبارات وتصدر في العمل السياسي. هؤلاء القادة أكثر ما يميزهم المصداقية عندما يتحدثون، لكنهم مقلون، بمعنى أن كثير من الأمور تقاس ببعض الإشارات أكثر من التصريحات المباشرة. بوتين وصل إلى التصريح المباشر بأنه لا بد من الاستمرار في دعم سوريا حتى تتعافى من الإرهاب وحتى تبدأ مرحلة إعادة الإعمار، وهذا يتفق أيضا معه بايدن، وليس فقط بايدن، حتى الإدارة السابقة إدارة دونالد ترامب هذا ما كانت تريد تماما. الآن أين المخرج؟ قد يكون المخرج هو أن يقوم مرة أخرى، وأنا كررت هذا الاسم مرارا في هذا البرنامج، الرئيس السوري بشار الأسد. هذا التطبيع مع العالم العربي بقيادة الأردن أعتقد أنه يستوجب نوعا ما إبداء حسن النوايا في كثير من الملفات الحساسة جدا لدول قريبا ستقوم بنوع من التطبيع الكامل مع سوريا. أتحدث مباشرة عن السعودية. السعودية الكل يحتفي، حتى إذا رصدت وسائل التواصل الاجتماعي بعيدا عن عالم الأخبار للوكالات الأنباء الرسمية باتصال هاتفي أصدر البيان الفلاني، يعني للأسف نعلم ذلك، هناك احتفاء بعودة السعودية قريبا إلى إلى سوريا والتقارب السوري الروسي والتقارب السوري عفوا السعودي، وترحيب بشخص محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على أكثر من منصة. هل يعقل أن تقف سوريا موقفا فيه نوع من الإزدواجية مع الحوثيين الذين يضربون الأهداف السعودية عسكرية ومدنية في الطريقة التي تتم؟ هل يعقل أن يتم التصعيد الآن الذي هو يعني يشبه نوع من إرادة تفجير حرب اغتيالات على الأرض اللبنانية فيما يتعلق بجعجع ونصر الله؟ شيء مرعب ما يجري، وأعتقد أن الرئيس السوري وصل إلى قناعة، وهذه ليست بعيدة عن البراغماتية السورية. النظام السوري، وأنا لا أقولها بأي معنى سلبي كنظام، كثيرا ما يعتمد اللغة البراغماتية، يعني كان يتقرب من أكثر من أنه يتقرب من خميني لمواجهة نظام بعثي في العراق اللي هو في عهد صدام حسين. هذا أمر يظهر لك إلى أي مدى هذا النظام براغماتي. الآن الموضوع الانسحاب لبنان، تخليه عن الأسلحة الكيماوية، كلها جاءت بعض الضغوطات، واستطاع صانع القرار السياسي في سوريا أن يرى أين هي مصلحة النظام وأين هي مصلحة الدولة العميقة، ويتخذ القرار المناسب. حتى العداء بين إدارة الديمقراطية، جون كيري ما زالت صوره الأرشيفية وهو يزور دمشق وأجواء الحميمة جدا مع الرئيس السوري بشار الأسد وصف الأول من القيادات السورية، ليس بعيدا أن يكون الاختراق قادم على نحو ما تؤكد في دمشق أنها تشكر حلفائها بالوقوف إلى جانبها وتطلب من جميع المغادرة. انسحبت من لبنان عندما رأت أن الدولة السورية باتت في خطر، سلمت الترسانة الكيماوية عندما وجدت أنه سقد يكون الثمن دمار سوريا وتدميرها. فأعتقد أن الأمور تتجه إلى لغة مختلفة مع إيران، طيب، وربما لاحقا مع إسرائيل.